العمل الجمعوي ديال زمان كنتي كتفرح تمشي شي واخا تعطي من جيبك ما يبقاش فيك الحال، كتكون خدام مع لوجه الله الكريم على قبل وليدات المدينه، كتجري وتجاري. حتى دابا راه عندنا ناس كيخدموا كيخرجوا الكنوز ديال الفاعلين الجمعوي ووليدات المدينه كينقضوهم من التخدير من هادشي اللي كاين ديال الانحراف، كيخسر عليهم من جيبو كيجيو يلعبوا كره قدم العاب القوه وكل شيء من ماله الخاص. كيقول ولا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله الله اسمع، ولا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما بعد الجمعويين ما يقدرش يخسر من جيبو، الا ما عطيتيهش ما غايديرش. ما الزمن الجميل، كل شيء كيدير، كل شيء كيجري، كل شيء كاين. دابا كاين فرق كبير بين العمل الجمعوي ديال، فرق كبير بزاف ما غاديش يقدر شي واحد يمشي فيه. العمل الجمعوي ويلي في الزمن الجميل كان داك الشيء واعر، اما دابا صعيب الحال. دابا راه كاين اللي دايرها مهنه ما يقدرش وما يقدرش يزيد. شوف غنعطيك مثلا دار الاطفال البيضاويه، يا ريت كون رجع الزمن الجميل ديال دار الاطفال البيضاويه. دابا كتسول اي دري صغير تقولي با كاش كيدير، كيقول لك با فاعل جمعوي. انت با فاعل جمعوي، حنا ما بقيناش كنقول نقدروا نهضروا على العمل الجمعوي. من ما كنشوفوا هادشي اللي ولينا كنشوفوا دابا تنقولوا الله يقاد البصر مع العمر. تحيه للجمعوي الجادين، الفاعلين الجمعويين الان خصهم يتحدوا ويتفقوا ويخدموا هاد البلاد ويتعاونوا كما كيدير سيدنا الله ينصرو، كيعطي يد الله لكل شيء وكتزيد كتعطي الثمار ديالها. وكا خصهم ياخذوا درس ويتعلموا ويعطوا ويتجمعوا كلهم ويعطوا يد الله باش يمشي العمل الجمعوي 100% بالشفافيه والوضوح. يعني كل واحد جمعوي راه هو تيعرف راسو، حنا ما غاديش نعممو، ولكن داك الشيء اللي كان والعمل الجمعوي اللي كنا تنعرفو حنا يعني بحال قلتي بدا تنقرض. كاينين الناس، كاينين الشرفاء، كاين كل شيء، ما غاديش نعمو، ولكن دابا الاغلبيه الساحقه عمل الجمعوي يعني راه تبدل 180 درجه، ما بقاش هو العمل الجمعوي اللي كنا تنعرفو، يعني تبدل. بالخلاصه ما غاديش ندخلوا في التفاصيل، ولكن ما بقيناش نشوفوا هذاك الشيء اللي كان. هذا هو الميساج ديالي يعني. يعني المعامله كامله ديال العمل الجمعوي، المعامله ديالو كامله تبدلات. يعني الانسان ما تيبغيش يتحرك معاك الا ما كانش خاصو المقابل. الناس بكري كانوا تيسمعوا غير عمل جمعوي غادي نديروه مثلا هنا في المدينه عندنا هنا ولا خارج المدينه، ولا تتلقى تيتهافتوا على عمل جمعوي خيري لوجه الله. اما دابا راه ولا الا ما كانش المقابل ما يتحركش بنادم. انا شخصيا تنقول لك انا كنت نتحرك وبلا منا على الله، وكاينين اخوان اللي تيعرفوني مزيان. اما دابا ما تتبغي تحرك ما كاينش، خص اللي بغيتي يتحرك معاك ولا يد المساعده معاك راه خاص المقابل. ها انت فهمتي تماما، ولا مهنه دابا كلشي واخذها مهنه. الا كان المقابل تيقول لك انا علاش غادي نضيع وقتي وانا كذا، اذا انت ما كاين لا عمل جمعوي لا والو، بقى غير الاسم منه. ولكن ما تنعممش، راه كاينين الناس شرفاء تنعرفهم دابا بلا ما نذكروا الاسماء، تبارك الله عليهم، الله تعالى يجازيهم، ناس في المستوى ديال العمل الجمعوي. الرساله ديالي لهاد الناس غادي نقولوا لهم الله يهديهم